مساء الخير. بدأ الحليب متنوعة ومتعدة، كيلجأ لها الشخص لسبب من الأسباب، يا إما كيكون الجسم ديالو ما كيتحملش مادة اللاكتوز، حساسية، أو كيتبع نظام حمية نباتية اللي كيتسمى بإنسام نباتي. حليب الشوفان اللي غادي نصايبو اليوم أحد البدائل النباتية والمتميزة بقلة الدسم والسعرات الحرارية، منجى من الفيتامينات والمعادن، خالي من الكوليسترول، وغني بالألياف القابلة للذوبان، وخالي من اللاكتوز. اليوم إن شاء الله غادي نصايبوه حليب الشوفان، ومع الوقت غادي نصايبوه بدائل أخرى للحليب الحيواني. غادي نحتاجو كمكونات: شوفان، الماء، العسل للتحلية، ممكن نعوضوه بالتمر، الزبيب أو التين المجفف. غادي ناخدو كاس ديال الشوفان مع جوج كيسان ونص ديال الماء، العسل، أنا غادي نستعمل التين المجفف، وقبيصة ديال الملحة. هذه النوعية اللي استعملت ديال الشوفان، ممكن تستعملوا أي نوعية عندكم في البيت. غادي ناخدو كوب ديال الشوفان مع كوبين ونصف ديال الماء، ماء بارد. غادي نزيدو عليه حبتين ديال التين المجفف، وقبيصة ديال الملحة على حسب الذوق. غادي نوضعوهم في الخلاط الكهربائي ونخليهم يطحنوا مزيان مزيان. من بعد غادي ناخدو صفاية وغادي نصفيو هاد الحليب. ممكن كذلك تستعملوا شي تويب عندكم نقي. وها هو الحليب ديالنا واجد بالصحة والراحة، كنحتفظوا به في الثلاجة وكيبقى لنا لمدة 4 أيام. إلى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليولي لايك، وخليتكم ألف خير. باي باي.